النهاردة يعني معانا حلقة جديدة من برنامج كل جمعة مع وائل ودكتور رامي. أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك يعني إحنا كلنا عارفين إن حضرتك يعني إيه عندك يعني لغات كتير، يعني أعتقد شكرا بنا 7 لغات بتهيألي، 8 رسمي على الترخيص، وأعرف حوالي 6 لغات ميتة، منهم 14 تقريبا. ماشي. طب إحنا عايزين نعرف مثلا اللي هم على الترخيص، مثلا اللي رسمي على ترخيص الوزارة والنقابة إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إسباني، إيطالي، يوناني، عبري، ياباني. لغات جميلة ويعني يعني حاجة جميلة. إحنا عايزين نسأل عن حاجة تمام شغل الناس شوية، يعني إن بعض الناس أما بيجي يترجم أمثلة يا دكتور بيترجمها حتى مش لازم تكون الترجمة الصحيحة. ده هو بيترجمها إزاي؟ اللي هو مثلا إيه اللي بيجي على باله يجمع كلام وبيترجمه. انا عايز حضرتك كدكتور وكدارس الموضوع ده وكده اهو تعرف الناس يعني ايه مثل اصلا ويترجم صح ازاي. اوكي. المثل بيعبر عن ثقافة شعب، يعني ممكن شعب بيبص لموضوع معين من وجهة نظر معين فبيطلع مثل يتفق مع هذه وجهة النظر، وهنا وجهة النظر ممكن تختلف من شعب لتاني. يعني ممكن يكون انا عندي مثل في بلدي في مثل عكسه في بلد تاني، بل بالعكس ممكن يكون المثل نفسه وضده في نفس الثقافة في نفس البلد، بس في ناس متبادلين الرأي ده وفي نفس ناس متبادلين الرأي ده. تمام. احنا عايزين بحضرتك من خلال اللغات اللي حضرتك درستها، فانت اكتر واحد هتدل الناس، يعني هتدل الناس تقول لهم مثلا يعني ايه مثل والمثل بقى يترجم ازاي الطريقه الصحيحه. هي الاول خلينا نتفق ان الامثال بتعبر عن ثقافات الشعوب، فالمثل بيعبر عن فكر سائد في المجتمع وبالتالي بيتحول على لسان المجتمع ده الى مثل وبيسود وبينتشر لمدة قرون. الأمثال بتعبر عن ثقافة الشعوب اللي ممكن تكون مختلفة مع ثقافتي، وممكن ألاقي عندي مثل عكسه في ثقافة أخرى. فالأمثال ما هيش حاجة مقدسة، يعني هي مجرد آراء قد تخضع للصواب أو للخطأ. الأمثال لا تترجم حرفيا، يعني ما ينفعش أخد مثل وترجمه زي ما هو حرفي، لأن اللغة بصفة عامة لو ترجمت حرفي هتطلع حاجة مضحكة. الترجمة بصفة عامة لا تخضع للحرفية الترجمة الاحترافية، إلا بقى في النصوص المقدسة قوي، يعني قرآن إنجيل وكده بتترجم، بس برضو لو حضرتك حرفي مش حدش هيفهم حاجة، فلازم يبقى في قدر من التصرف. لكن بصفة عامة الترجمة الصح إن أنا أدي المعنى الدقيق، لكن الكلمات بتختلف. أنا ممكن أستخدم صبي، فتى، غلام، كلها بتدي معنى واحد، لكن المهم إن المعنى يبقى متفق. طب عملي أنا هقول أمثلة بالعربي وحضرتك هترجم كل الترجمة. اوكي. يعني مثلا احنا عايزين مثل زي مثلا اللي اوله شرط اخره نور. يعني مثلا نقول مثلا whatever agreed is set، مثلا whatever agreed is set، يعني اللي ما يتفق عليه بيبقى ثابت وبيبقى محدد، يبقى خلاص اتفق. ده المقابل للمثل. ده لو انا عايز اترجم المثل بطريقة تتفهم لدى الشعب الاخر. تمام. وبالعكس برضو لو هم عندهم مثل انا لو هترجمه عندي لو ترجمته حرفي ممكن ما يتفهمش، فلازم ادي المعنى المقصود بيه ايه في ثقافتي انا. تمام. دي الطريقه الصحيحه. طب يعني ده المثل بتاع اول شرط اخره. طيب ده متفق عليه، يعني اعتقد ان معظم الشعوب الثقافات متفقه انهم لما بيبقى في حاجه متفق عليها بتبقى خلاص ستلت، بتبقى يعني اول شرط اخره نور، يعني احنا متفقين على حاجه بننفذها. طب واللي تاخده القرعه تاخده من الشعوب. انت لسه فاهمني قبل التسجيل معنى ام الشعور دي، لان الشعور طبعا هو معناه الفيلينج او الاحساس، ده في المعنى الحقيقي. لكن انت فهمتني ان قصدك الشعر يعني. اوكي. يعني هي المقصود بالمثل ده حسب ما فهمت منك ان في الثقافه بتاعتنا معناه ان يعني لو حاجه انا ما عرفتش اخدها ما خدتهوش فالتاني برضو مش هتاخده، وبالتالي المثل ده ممكن نقول if not attained by one it won't be attained by the other one. يعني لو حصل لو لم يتم الحصول عليه من قبل الاخر واحد فمش هينفع الحصول عليه من قبل الاخر ايضا. طيب. يعني ما خدتهوش اللي في المثل بتاعنا القرع مش هتاخدها اللي عندها شعر، يعني لا دي هتاخده ولا دي هتاخده. فده ترجمه المفهوم او المعنى. طيب او ممكن بدل اتين اكمبلشت كلها معاني مترادفه. طب ما احنا عايزين مثل بقى بلغه ثانيه. وانا مثلا اجتهد ان انا اقول المقابل بتاعه بالعربي. طيب انا هترجمه لك حرفي وافهمك معناه وانت تقول لي انت ممكن تشوفه عيني عندك مثلا. يعني مثلا لو ناخد مثلا
مثلا في الالماني مثلا في مثل بيقول مثلا ايه كومت سايت كومت رات، كومت سايت كومت رات، حرفيا كومت يعني ياتي، سايت يعني الوقت، كومت ياتي، رات المشوره او النصيحه. يعني عندما ياتي الوقت تاتي المشوره او النصيحه، يعني لما يعدي الوقت الامور بتتحل، يعني بالوقت كله بيجي. ها عندك ايه مثلا مقابل هنا؟ بالوقت كله بيجي. ما هي معناها كده الوقت كله بيجي، فمش ضروري نلاقي الحرف بالظبط عندي ايه المثل ده، بس اكيد ان احنا عندنا في امثالنا ما يقابل، يعني احنا اللي قلنا بالوقت كله بيجي هي جمله تقابل هذا المثل بالظبط، معناها كده. ممكن يعني اصبر، بالوقت كله بيجي. اصبر على جرك السو لا يرحل، يعني مش عارف شويه كده غر، يعني حاجه زي كده تمام. طب المهم نفهم الفكره، واعتقد ده برضو مثل يعني معظم الثقافات متفقه عليه، يعني معظم الناس متفقه على انه الامور ممكن تتحل بالوقت. طب عايز نقول حاجه، طب في مثل عن التعليم؟ في امثله عن التعليم، يعني مثلا وبرده زي ما قلنا قبل كده ممكن الاقي المثل وعكسه، يعني انا عندي حتى في ثقافتي عندي مثلا اقول ايه التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ده مثل بيحض على التعليم وبيشجع عليه التعليم في الصغر وبيعلم خصوصا في سن صغير يعني. لكن عندي كمان مثل بيقول بعد ما شاب ودوه الكتاب، مش كده؟ ده بيبقى بيتقال بصيغه السخريه، يعني ايه؟ يعني ازاي هو كبير في السن كده بيتعلم، يعني دي حاجه صعبه قوي. بعد ما شاب ودوه الكتاب، بعد ما شاب ودوه الكتاب، بيتقال بصيغه السخريه. لكن عندي مثل انجليزي عكسه، يعني مثل في مثل انجليزي بيقول ايه؟ never too old to learn، never too old to learn، يعني عمرك ما تكبر على الاعلام. never يعني عمرك أبدا. too old هنا too double O يعني جدا، عمرك تبقى يعني اولد جدا، عمرك تبقى عجوز قوي، تو ليرن عشان تتعلم، يعني عمرك تبقى عجوز قوي على العلامه، يعني تقدر تتعلم في اي زمن، في اي زمن. عشان كده تلاقي بره كبار في السن قوي بيدرسوا. طبعا الواحد عنده مثلا 70 و80 سنه في كورس ممكن يبقى مسار ضحك عندنا احيانا. يعني ازاي عنده 70 سنه كده هتعمل ايه؟ كان لسه في خبر قريته على الفيسبوك من فتره، واحد عندها 90 سنه حصلت الثانويه العامه او ما يقابل الثانويه العامه عنده. ايوه زي رمضان ابو محمود لما قال له قول لي انت هتعمل ايه بالظبط بالعلام، فبقول له لا استنى، بقول له واحد زي يا استاذ رمضان هيعمل ايه بالعلام وانا رجلي بره ورجلي جوه؟ رجل لما تقابل ربنا وتسال تعرف تجاوب بالظبط. مش فده برضو يوديني يعني، وده بيعكس ثقافه الشعب، يعني دايما الشعوب الاوروبيه الاقي دايما او الشعوب الغربيه الاقي دايما قيمه العلم عندهم، بيسموهم دوده كتب، دوده كتب. يعني الاجنبي الامريكاني مثلا في رحله وبتاع في تلاقيه على الشط ماسك كتابه عمال يقرا، في رحله سفاري عمال معاه كتب. لو انت بتتفق ان الامثله بتطلع صح، بعدها صح وبعدها غلط، بعدها صح وبعدها غلط، في امثله غلط خالص. يعني مثلا اللي يصعب عليك في قرك ده مثلا، انا وابن عمي على الغريق، انا وابن عمي على ليه؟ اللي يصعب عليك في قرك، اللي يصعب عليك في قرك. الناس في ناس يعني مش شرط بالمثل. مش شرط مش شرط ليه؟ لعلمك ساعات بتحصل، انت ممكن تعمل يعني ممكن تعمل معروف مع حد، بلاش معروف، ممكن تخفض حاجه لحد انت كنت بتقدمها خدمه كويسه جميل. بتقدمها باجر يعني، وهي يعني حاجه متاحه يعني حاجه كويسه، فممكن انت بتخفض للشخص ده، ممكن الشخص اللي انت خفضت له ده هو اكتر حد ممكن يتعبك يعني، ومش وحتى مش هيحط في اعتباره انت كنت وممكن هو اكتر شخص انت عشان عملت معاه خير تترد لك بركه انت فلوسك احسن وتتضاعف اللي عندك عشان انت عملت خير. طب هتتاخد من وجهه النظر ده يبقى المثل ده غلط. طب ساعات الناس بتاخد من وجهه نظر ماديه انه صعب عليا فعشان كده زي ما انت بتقول رخصت له او كده، ماشي انت. طب ايه رايك في المثل اللي بيقول لك البلد دي لو فيها خير ما كانوش ربطوا كوبايات المايه بسلاسل في الكونديل؟ عشان هو ده مثل اصلا ولا اوكي؟ انت على فكره بتاع يعني في امثله اسمها حنان الامار بس لا مش بس لذيذ. بص طب عايزين نترجم ده يا استاذ ماشي، قوله لي تاني بالعربي. البلد دي لو فيها خير ما كانوش ربطوا ازايز المايه في الكونديل. And if there is goodness in this country, they won't tie the water cup in the fridge or in the refrigerator. انت بتقول كده بقى للاجانب ايه بقى؟ لا انا مش هترجمهم حرفي بس والدي ترجمته معايا. لا خلاص لكن بس انا ما بقولهمش كده طبعا، بديهم بس اقول لك اقول لك حاجه حقيقيه حقيقيه والله. عايز اوضح بس نقطه مهمه قوي، يعني المثل ده يعني الواقع برضه بيخالف في حاجات كتير قوي، يعني في ناس بتسرق حتى الكوبايه اللي بيشربوا بيها، بس في كمان انت يعني انت عندك ثقافه حلوه جدا انك بتقدم ميه مجانا في الشارع. بس دي ثقافه حلوه، دي موجوده من ايام زمان، من ايام ثقافه السبيل والسلف. في حاجات غريبه بتحصل،
الناس بتزرق اوضان البلاعات دلوقتي. ماشي، ده تصرف غير سوي، لكن في المقابل انت عندك تصرفات جميله جدا في الشارع، زي مثلا ان انت تقدم ميه بارده للعطشان. طب انا عايز اقول لك، بلد حر، بلد صحراويه، دي قيمه. ممكن بس ايه يبقى النقطه الكريتيك، يعني الكريتيسيزم عليها هيبقى، الانتقاد عليها هيبقى انه مثلا ايه النواحي الصحيه بس. لا ولا لا، اقول لك حاجه، اقول لك حاجه، لكن ايه المبدا في حد ذاته، فكره انك تقدم خير. حضرتك سافرت بره؟ انا رحت انجلترا، رحت فرنسا، رحت المانيا، رحت ايطاليا، رحت سويسرا، رحت بلاد كتير طبعا. وانا سافرت بره. اوكي، بس مش بلاد كتير يعني، كانت تمام. كانت دوله الامارات يعني، اشقاء. حلو. فاستحاله يعني انت مش هتلاقي كولدير، مش هتلاقي الكلام ده. اوكي ماشي، بس انت اذا توفر هذا يعني تهيألي استحاله هتلاقي حد رابط كوبايات الميه في الكولدير يعني. عشان يمكن مستوى الرفاهيه عالي شويه، مستوى الغنى عالي شويه، فمحدش هيفكر في كوبايه ميه. طيب يعني، طب اقول لك حاجه، هو يعني انت، طب انا هسالك عن حاجه. جايز خدها عشان يوصلها لحد قلبان مش بعيد، مش قادر يتحرك ويجي لحد هنا يشرب الميه، فوصل وخدها. انت بتلتمس الاعذار. دايما المفروض كده، انا رايي المفروض نلتمس الاعذار، لانك ما تعرفش، انت ده ما بتشوفش اللي ورا الحيطه اللي وراك، مش كده؟ يعني لو احنا في حيطه اللي ورا الاوضه، ما اعرفش اللي بيحصل في الاوضه الثانيه. اوكي، لكن اللي فوق شايف من هنا ومن هنا، شايف كله. فانت اللي في علم الغيب تفتح ربنا مش بتاعك. طيب انا عايزين نخش في نقطه ثانيه. اتفضل. في حاجات ظهرت على ناس جديده. انا عم ظهرت من السوشيال ميديا، ومن يعني مواقع التواصل، تمام، فيسبوك وتويتر وغيره يعني. كان في ظهرت ناس لغايه دلوقتي مش فاهمها. يعني بعض البنات، تمام، انسات يعني، هم مش عايز اقول لك يعني كبار، فبتقول لك انا سنجل ماذر، سواء هي كانت عملت كده وبقت سنجل ماذر فعلا، او سواء هي حتى لسه فيرجن يعني، وهي متبنيه. في حد بيبقى متعاطف مع الفكره. مع الفكره برضو عايزين نفهم ان الثقافات برضو مختلفه، وانا من نفس المنطق اللي هو ان احنا نفهم فكر الاخر وهنحلل الموضوع ده. اولا طبعا مبدئيا سنجل يعني عزباء، يعني مش متجوزه، ومذر يعني ام، فازاي ده بيبقى عن طريق علاقه غير شرعيه طبعا. وطبعا احنا في ثقافتنا وفي بلدنا وفي حضارتنا وفي ديننا، في اديانا كلها، ده غلط، وهو فعلا غلط. غلط لان حتى ربنا محرم الحاجات. لكن برضو يعني احنا عندنا ثقافه التماس الاعذار اقل من بره. اما ما بتقدرش تلمس الاعذار للخطيه ولا الغلط ولا حاجه، لكن هو برضو بره يعني يقول لك سيبها ربنا، مش انا الحق. طب انت شايف العلاج ده، لسه كنت هقول لك، انت جاوبت بس عايز اسالك، هو غلط؟ شايف ان ده علاج، وان ممكن المجتمع يواجه ده بالرفض قوي وبالهجوم؟ انت عندك من ضمن اللي بنتكلم عن امثله كده، طب انت عندك مثلا بيقول المرفوض يعني بما معناه ان اللي انت بترفضه او بتمنعه بيزيد، مش كده؟ المرغوب الممنوع مرغوب، مش كده؟ زي ما سيدنا ممنوع مرغوب. طيب ما بقولكش انك تشرع الحاجات دي، لا هي هي غلط. طب ممكن حد يقول على اللي بتعمل كده مثلا ايه؟ يعني يجوز هذا القول يعني، ان حد يقول لك مثلا ايه بتعمل كده مثلا يعني شمال يعني، ولا مش صح؟ شايف انه مش لطيف، او شايف يتقال إيه؟ ماشي، انت عندك الشمال ده حاجه صعبه جدا، لان انت بتكتب من اليمين للشمال، خد بالك ان غيرك بيكتب من الشمال لليمين، مش كده؟ مش عارف، ممكن تتكلم يعني انا عندي نقطة البداية هي اليمين، هو رمز القوة ورمز اليمين هو أحسن حاجة، بس أنت ثقافة سامية، مش كده؟ ثقافة بتكتب من اليمين للشمال. عربي يا ابني، بيكتبوا من الشمال. ربنا يجعلنا من أهل اليمين. طب يعني اللي بيكتبوا من الشمال لليمين دول، طب إيه بقى؟ ما في ناس بتبتدي من الشمال، مش كده؟ طب هقول لك، لكن هي كلمة شمال أنا طبعا فاهم معناها إن هي حاجة مش مظبوطة يعني. ماشي ماشي، بس خد يعني دايما الفكر الغربي، لو هنتكلم بقى، انت بتتكلمي على الثقافات واللغات، لا بره بيقول لك انا ما بحكمش على حد، هي وحشه، هي غلطانه، هو بيمارس حاجات غلط، هي بتعمل حاجات غلط، حاجه بينه وبين ربنا، انا مش هجبره. ما هي بينه وبين ربنا، بس هو نشر على التواصل الاجتماعي يعني، فاهمني؟ برضو انا بحط نفسي مكان الناس، تمام، انا مش بنتقد على فكره يعني، ما بقولش صح بقولش غلط، انا يعني سايب الناس تقول صح او غلط، بس هو يعني هو الحاجه بقى ما بقتش بينه في فكري انا. ماشي، هو نشر الحاجه الغلط، وبالتالي انا المفروض امنعه، ده ثقافتنا. ماشي، بس انا بقول لك بره في حاجه اسمها مش كله بيفكر زينا. خلينا نتفق ان احنا وفقا لثقافتنا. في شباب عايزين حضرتك تتبنى موقف يعني في مجموعه شباب واخدين موقف من الموضوع ده. اوكي، وعاملين حمله، بقول لك ايه،
عمر الطحوب عمر الفجل لا 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 اسمعي بقى، عمر الفجل ما يبقى جزر، وعمر الشمال ما تبقى سنجل مذر. ما رأيك في هذا؟ لا في حاجات بتتغير، في حاجات في اوضاع بتتغير، في اوضاع معاهم ولا مش دايما يعني. يعني بصفه عامه نقدر نقول الايه، اللي متعود على حاجه او اللي بيقول، حتى عندنا مثل يقول لك مش عارف اللي اتعود على حاجه بيشيب عليها، مش كده؟ يعني الحاجه ما بتتغيرش، الجزر هيفضل جزر ومش هيتغير لحاجه ثانيه. وبحسب اللي فهمت منك، لكن ستيل ان في تغيير بيحصل احيانا. بيبقى ناس طب ده اخطر من كده، عايشه في اللي انت بتقول عليه بيتغيروا، مش كده؟ في ناس بتتغير، في ناس بتتغير وبيغيروا وبيعملوا الحاجات دي. هنوقف الحته عشان كده كات. في مجموعه شباب عايزينك تتبنى وجهه نظرها. اللي هي انت بتحب، مش لازم بتحب تتبناش من غير ما تسمع. طبعا تتبنى حاجه ما تعرفهاش من يجاوب عن امر لا يفهمه، يعني بيحصل له حماقه. ده برضو احلى الامثال. لو مهما تدرك يا دكتور ماشي، في ناس ما اقدرش، في ناس بتبقى عندها حماس. لا اتبنى حاجه، انت لازم تعرف بالظبط التفاصيل ايه. طيب بيقولوا الناس دي، وانا هوجه رساله للجمهور، بيقول لك عمر الفجل ما يبقى جزر، وعمر الشمال ما تبقى سنجل مذر. اوكي، عمر الفجل ما يبقى جزر يعني معناها ان الحاجه ما بتتغيرش، يعني زي ما نقول ايه، ما انت ربى على شيء شاب عليه، يعني ما بتتغيرش. الجزر بيفضل جزر والفجل بيفضل فجل وما بيتغيرش. ممكن يكون مثلا الى حد ما صحيح في معظم المواقف. يعني. لحظه واحده، تتبنى في معظم المواقف بس مش دايما بتبنى. لا مش بيتبنى، لا الفكره كلها حسب الموقف يعني. انت قصدك انك بتحب الحاجه على طبيعتها، يعني ما تقدرش تطلع من التين عنب مثلا، ما تقدرش تطلع من العنب شوك ومن الفيزيك شربات. دي حقيقه، لو حاجه وحشه مش هتطلع من حاجه كويسه. اللي تعرف في حد ممكن يعمل وجهه نظر ثانيه، ان اذا كان قصدك ان الحاجات ما بتتغيرش، لا في حاجه بتتغير، بس في حاجه ممكن سيئه بتبقى كويسه. في حد ممكن يعمل من الفسيخ، ممكن تكنولوجيا معينه تظهر تضيف له حاجات معينه تعمل حاجات، وبعدين القدره اللي هي تعمل من الفسيخ شاطر ماشي يعني في الزراعه خلينا تمام. وخلينا نتفق ان ممكن المبادئ تتغير، يعني اقصد المواقف تتغير. يعني حد كان عايش حياه وحشه جدا ويتحسن يبقى كويس، فهنا اتغير الجزر بقى حاجه ثانيه، مش كده؟ الست او البنت اللي مش قوي او الشمال اللي بتسموها ممكن تبقى انسانه كويسه، مش كده؟ ولا ما فيش تغييرات؟ لا باب التوبه مفتوح. طيب يبقى المثل مش على الاطلاق. لو هتكلم على حقائق، يعني غالبا الوحش ما تعرفش تطلع منه كويسه، ما بيطلع يعني. طب بسالك عن حاجه، اتعملت فيلم بس مش بنفس المحتوى، يعني فيلم ما كانش بنفس المحتوى. كان في بنت ظهرت على الفيسبوك اوكي، ومش عارف على ايه تاني مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت انا يعني بشتري الراجل ها، وكانت عرضت فلوس كتير مقابل ان هي يعني ايه تشتري حاجه معينه من الرجل، تمام؟ طبيا حاجه، لا حاجه اوكي اوكي كيميكال يعني تستخدمها دكتور، يعني زي مثلا حقن مجهري، بس هي مش متزوجه يعني، فاهم قصدي؟ فعامله الموضوع ده ان هي بتشتري راجل يعني. في ثقافتنا ده مرفوض تماما، اختلاط انساب وحاجات كده ده ممنوع، وحتى قانونا ودينيا حتى كانت عارضه فلوس كتير يعني، دينيا ممنوع وكده. المتدينين في الغرب طبعا دول ده برضه غلط. هي ممكن بتشوف نفسها ان هي كده مش غلطانه، خلي بالك. لا هي زي ايه دينيا وثقافيا عندنا غلط، انا ما عملتش علاقه يعني انا حصل الموضوع اللي انا عايزاه ده غلط، هي بس انا عايزه تبقى تخلف يعني تبقى امي. اي بس طريقه غلط، مش ده الطريق اللي رسمه ربنا، مش ده الطريق اللي لا انا رايي الشخصي ده مش مظبوط. لكن في ناس يعني انا مش انا اللي هجبر الناس على كده، ممكن القانون يجبرهم ممكن، لكن يعني اللي يعمل الحاجه هو حر، في كل واحد حر وهيتحاسب عند ربنا. لكن انا شخصيا ما اعرفش، مش مستسلم. طب انا عايز اسالك سؤال، في اللغه ممكن تقول لواحد مثلا ايه فلان مثلك، صح؟ او هذا مثلي، تمام؟ ما بتبقاش فيها حاجه غلط. لماذا بقى؟ والله سؤال محيرني انا شخصيا لغويا، مش حاجه. لماذا سمي الليسبنز اللي هم المثليين؟ ليه تسموا مثليين؟ لانهم بيفضلوا الجنس من هو مثلهم. طب ماشي، هنا مش يبقى ممكن في اساءه في استخدام اللغه؟
لا خالص. يعني ممكن اقول لك انت مثلي، انت ممكن تزهق، ممكن اقول لك يا باشا انا اتمنى اكون مثلي، ما اصل انا مش فاهم كل حاجه ممكن تتفهم بمعنيين. عشان كده بقول لك ما فيش مثل على الاطلاق، ممكن زي ما قلنا اللي فجل ومش عارف ايه اللي انت قلته ده، قلت لك ممكن يبقى ما حاجه لو هتكلم عن حاجه ما تتغيرش، لكن هتغير على يعني ساعات ممكن تقول واحد مثلا مثلي زي مثلي زي يعني اوكي انت زي اتمنى اكون مثلك مثلا اوكي، بس انا ما اتمنىش اكون مثلك. اصل اذا كان بمعنى الهومسكشواليتي والليزبيان زي ما انت قلت وكده، طبعا دي هنا المعنى مختلف، بس ده امكانيات لغه، دي امكانيات لغه كل اللغات فيها كده، ان اللفظ الواحد بيدي اكتر من معنى حسب السياق. ده شيء كويس ولا وحش؟ شيء حلو قصدي، بيدل على محدوديه البشر، محدوديه اللغه، محدوديه اللغات محدوده برضه، محدوده بكم معين من المفردات، كم معين من المعاني، فبيلجأوا احيانا الى استخدام نفس يعني ياما في كل اللغات لازم تلاقي كلمات ليها اكثر من معنى، بل بالعكس في كلمات ليها نفس النطق بتدي عده معاني، في كلمات يعني في طب هو في في في, في اوروبا الحقيقه، يعني عايزين حاجه نوضح حاجه للناس، هل فعلا بعض الدول سمحت بزواج المثليين؟ طبعا دي حقيقه موجوده، يعني انا سمعتها في اخبار ان في امريكا شايف ناس كانوا رافعين قضيه و كذا وكمان الإساءة ليهم في بعض الدول ممكن تعرضك لل يعني زي كان سويو، يعني ممكن يقضوك تجرم، يعني يقضوك، يعني لو انت مثلا أسأت إلى فئة معينة ويقول لك انت بتحتقرها وبتهمشها ممكن يسيئوا إليك قضائيا. بالمناسبة برضه عايز أسألك سؤال قضائيا، يعني بس مش متأكد منه، لكن اتفضل. بس اتفضل سؤال أهم، اتفضل. يعني ناس، بعض الناس بتقول إن انت لو على الفيسبوك بقالهم وقت لو نزلت حاجة مثلا فيها بتنتقد فيها الساميه، حضرتك طبعا عارف معاهدات الساميه، معاهدات الساميه او حاجه بتنتقد فيها يعني مثلا اليهود جامد، يعني قد يكون نتيجه ذلك ان حسابك يتوقف، ولا ده اشاعه؟ بص هو الفيسبوك حاطط رولز، حاطط قواعد منها دي؟ من ضمنها ان انت ما تنطق يعني ما تنمرش على حد، ما تريقش على حد، ما تهزقش حد، ما تسقش الى حد، سواء بقى يهود او غير يهود. فلما بتتواجه ضد اي شعب ممكن تاخد عقوبات. انا سمعت حد لما تواجه ضد اليهود صنفوها ان في انحياز للفيسبوك. احنا في فكرنا في ثقافتنا بنقول طبعا في انحياز ليهم، ده اللي معظم الشعب بتاعنا بيقوله. انا سمعتها كتير من ناس ومن من من محاورين ومذيعين، يعني خلي بالك مش هقول اسماء، بس قالوا ان بعض الناس منهم قالوا ان في انحياز شويه في الحته دي. احنا بيتقال عندنا ان في انحياز، بره بيتقال ان مفيش انحياز، انهم مع كل سواسية، يعني التنمر ضد الشعب ده او ضد الشعب ده بيبقى زيه، يعني بياخد نفس العقوبة، لكن احنا بنقول ان معظمنا بيقول ان لا، اما بتواجه اساءة العرب مثلا ما بتواجهش بنفس القدر من الحسم كما لو وجهت من ضد مثلا جنسيات اخرى. بره بينكروا الكلام ده، بيقولوا ان هم عادلين مع كل، احنا بنصر على ان لا في تمييز ضدنا. طب احنا بنحس ده يعني احساس صح ولا اوفر؟ مهم السؤال. خليني احتفظ برايي نفسي، لان لو قلته ممكن الناس تزعل. ف ده انت قلت حاجات اكتر. بس يعني انا رايي ان مفيش تحيز واضح، مفيش تحيز واضح، لكن ده مخالف للراي اللي احنا متعودين عليه. انا رايي ان احنا بس حساسين قوي، وغيرنا بيبقى حساس ضدنا برضو. لكن طب في سؤال بعيد عن ده، اتفضل. حتى ساعات بيقولوا في الكوره، يقول لك في لعيبه مصريين كتير بتطلع ما بتنجحش في الاحتراف، زي مثلا يعني مش كل اللعيبه طلعت بقت محمد صلاح يعني. تمام. فبيقول لك ان هم معظم اللعيبه المصريه ما بتنجحش علشان خاطر العاطفه. انا ما بظنش في برامج الكوره يقول لك المصري عنده عاطفه قوي لبلده. طب وليه مجدي يعقوب نجح قوي بره؟ ليه الباز نجح قوي بره؟ انا مش مقتنع بالكلام ده، بس انا حبيت. ما انا بقول لك هو الدليل. ليه الباز نجح قوي بره؟ فاروق الباز مش كده؟ مجدي يعقوب، طب مثلا كريستيان، طب ما الباز مش كريستيان ونجح بره. ليه اوباما وصل انه بقى رئيس امريكا؟ مع ان اتجاهاته والميول بتاعته ناحيه بابا كان مسلم مثلا. وليه وصل بره؟ ليه كتير قوي من كل الجنسيات العربيه وصلت لمواصب؟ انا اقصد اقول ده بيبرروا بقى ساعات اللعيب مثلا، واقع وصلوا ولا مش بيبرروا ساعات اللعيب بيلعبوا على عاطفه الجمهور شويه مثلا. اكيد في الراسيزم موجوده في كل حته، التحيز ده او العنصريه. طب هل احنا حقيقي بجد يعني
بمناسبه انت عاشرت الشعوب كتير، هل احنا مثلا عاطفيين زياده مثلا؟ طبعا احنا عاطفيين اكتر، طبعا احنا عاطفيين اكتر. انا بحس دي صح، يعني دي الحاجه اللي بحسها صح، ده بس صحيح. مش قوي كده يعني، مش لدرجه ان هو افشل يعني عشان خاطر عايز ارجع بلدي، بس حقيقي يعني بجد سؤال حقيقي عاطفيه، ودي حاجه حلوه مش وحشه. المصري المصري بطبيعته عنده عاطفه اكتر لبلده يمكن اكتر من مصر. احنا مش بنقول المواطنين اللي بيكرهوا بلاده، خلي بالك السؤال في حته معينه، عنده دول كل حد عنده عاطفه، بس هل احنا عندنا عاطفه اكتر في الموضوع ده؟ احنا كل حاجه عاطفه عندنا جامده، يعني حتى العلاقات الاجتماعيه عندنا اقوى من بره، بنحب بابا، بنحب ماما، بنحب الاسره، بنحب الترابط الاجتماعي اكتر من بره، الترابط اقل شويه في المواقف العصيبه، بتلاقي الناس كلها اتلمت حوالين شخص لدرجه ان ممكن حتى يعني لو هو عامل حادثه في الشارع ممكن يخنقوه من كتر محبتهم، يعني المحبه اللي بتخنقه من كل ناحيه محوطين عليها. بس في ناس بتقول ان ده راح لكن اختفى يعني من الشعب. لا موجود ستيل، موجود اكتر في الجنوب، في الصعيد اكتر، بقى عندهم لا مبالاه. كل ما انت بتتقدم اكتر، كل ما انت بتختلط بالشعوب الاوروبيه اكتر، كل ما انت بتتقدم بتختلط بالغرب اكتر، بعض الثقافات بتتنقل لك اكتر منها العمليه، انك تخليك عاملي اكتر من انك تكون يعني سبب. طب انت شايف ان المبالاه عمليه يعني ولا مش فاهم؟ هم ناجحين مش كده؟ هم ناجحين اكتر مننا مش كده ولا انا غلطان؟ لا مبالاه عمليه. لا ما بقولش لا مبالاه عمليه، بس التوازن حلو، كلما ان انت اديت وقت لشغلك ومجهودك هناك بيشتغلوا بجد، بيشتغلوا بامانه. بعض الاحصاءات قريتها الله اعلم مدى صحتها، المواطن مش عارف بيشتغل كام دقيقه في، مش عايز اقول في الشهر، في اليوم مثلا نقول في اليوم. طيب كام دقيقة في اليوم المفروض فيه كام ساعة عمل؟ 24. طيب اللي كان فيهم كام دقيقة لما يشتغل لي مثلا عدد محدود من الدقايق في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر؟ يعني مش عارف يعني. احنا بنشتغل 8 ساعات. طيب رسمي، لكن الأداء الفعلي أو الإنجاز يعني الشغل الحقيقي قد إيه؟ هناك ما بيضيعوش دقيقة، ما بيضيعوش دقيقة، هناك شغل شغالة شغالة. بيتعبوا من كتر الشغل. في مرض في اليابان اسمه الموت ارهاقا، يعني معناه ترجمته، فالموت ارهاقا من كتر العمل بيموتوا، يعني من كتر ما بيشتغلوا ما بيوقفوش الشغل بيموتوا. عندنا برضه ناس هنا بتموت من الضحك. بيموتوا من الضحك، ده حاجه ثانيه، بس انت شعب برضه احنا عندنا خلي بالك. طب في ناس بتموت على حاجات تافهه، خلي بالك مش بقى تافه من الموت، خلي بالك عشان ما حدش فاهمني غلط. ناس بتموت على حاجات يعني مثلا ممكن واحد يلعب بابجي وتلاقيه مات. انت عارف حاجه كده؟ ده ايوه، بس معظمهم بيبقوا اطفال. اصل اللعبه دي انت حضرتك عارفها ممكن انفعال عاطفي زياده قوي، ف بيتخض جامد. طيب هقول اللعبه دي انت مثلا ايه، بتبقى كانك في خناقه يعني ومعاك اسلحه مثلا وفي ضرب نار والكلام ده وكده، وفي اصحاب بيقول لك معاك. انت لما تحط انت عندك في التمثيل مثلا اللي بيطلع وتلاقي واحد جالك مش كده؟ وتلاقي ساعات بتندع وكده، فعلا بتندع على اصحابك يجوا ينقذوك، وساعات ما بيلحقوكش وساعات بيلحقوك. بص انت ما بتعيش حاجه، في برضو مقوله جميله بحبها بتقول يعني كما شعر في نفسه هكذا هو، يعني اللي هتحسه بنفسك هيحصل لك. لو انت امنت ان انت اجتماعي هتتحول الى شخص اجتماعي، لو انا امنت ان انا غبي هتحول الى شخص غبي، هتحول الى شخص غبي. لو امنت ان انا اقدر اعدي في اي موقف هعدي. انت ما سمعتش ان في حالات وفاة وحالات وفاة كتير؟ ببجي ما سمعتهاش. لا بجد لا 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 على فكره مش بهزر. لا ماشي انا مصدقك بس واتصورها، لان فعلا اللي بيندمج في حاجه بيعيشها وممكن شافوا قالوا ان هو حصلت له لانه عايش في الموقف فاندمج فيه خالص وخلاص وكانه فعلا في الموقف، كانه في الموقف كان كذا حدث وجات له مثلا اتاك او قرب من قلبيه بسبب الموقف. اعرف واحد ممكن يزعل منك عشان كده مهم جدا، بس مش هقول اسمه. ده كبير ومتزوج يعني، تمام، عنده اولاد، شغال مهنه محترمه، تمام جدا يعني، وبيلعب اللعبه دي حبها يعني. فكان يعني مثلا مرضت ام النوم مخضوضه على انفعالاته على اللعبه، على انفعالاته. فالكلام ده صدقا يعني. فتقول لها يقول لها الحق هيموتوني هيموتوني، وطبعا بقى الثانيه ايمن بتفكرها في حاجه بجد يعني اخرى مش كده ولا وبيقولها بجد، وبيقولها بجد لان هو حد جد يعني جد جدا. ومهنته لا تحتمل حاجه تانية الا الجد. ماشي، بس يعني هو حط نفسه في الموضوع، هو في حياته جد جدا، حب يندمج في الموضوع ده، لكن هي الامور اللي بتتاخد بعقلانيه كويس. طب انت شايف ده صح ولا غلط؟ الاوفر زياده مش صح، اي حاجه اوفر. احنا عندنا بيسال برضه بيقول انك تتكلم على الامثال، الشيء اللي يزيد عن حده يتقلب لايه؟ لضده.
فانك تاخد الحاجه بحماس زياده عن اللزوم ممكن توصل لحاله مرضيه، والحاله المرضيه دي ممكن تموت فعلا. من الحاجات اللي مقتنع بيها تماما ان ممكن الانسان لو تبنى مود معين يعيشه، يعني يقول لك لو ابتسمت مثلا لمده كام دقيقه انت فعلا هتحس بس. في ناس ما بتصدقش الكلام ده، الكلام ده هكس. لا لا ازاي؟ الكلام ده حقيقي وعلم نفس حقيقه. وساعات لو قعدت تبتسم فتره طويله انت تعرف ان في ناس ما بتصدقش موضوع التنميه البشريه. حتى كمان تاني اللي هو مثلا ايه، خد نفس حاجات الدكتور بني فاقي. على فكره انا بحب الدكتور بني فاقي ويعني من الناس اللي بحبه واستفدت منه في بعض الحاجات، بس في ناس تقول لك ايه؟ انت تعرف يا عم ده هكس، هو اللي ما عندوش ثقه في نفسه هيفضل ما عندوش ثقه في نفسه. لا واللي مش عارف ايه هيقدر كذا ده بالعكس ده انا يقول لك انا لما اقرا الكتاب ده هيبقى عندي ثقه في نفسي؟ لو صدقت واقتنعت بيه اللي هتصدقه هيحصل لك. طب انت ممكن تصدق كده؟ ممكن تصدق كذبه وتعيشها وتضيع حياتك. ممكن تصدق كذبه وتعيشها وتضيع حياتك. سامحني يعني في ناس بتقتنع مثلا انها لو قتلت ناس تانية هم هيبقى ده افضل لهم وكده، وبيعيش الكبه دي. وانا بالنسبه لي دي كبه، يعني ان انا مثلا قتل ناس تانية؟ الارهابيين مثلا مش بيفكر انه لو قتل ناس تانية ممكن يروح الجنه بعضهم مثلا. دي فكره غلط. لو انا تبنيتها هتضيع حياتي. انت دخلت في ان هو دي برضه فكره. خلاص لو انا طب الفكره يتواجه بيها يا دكتور؟ بالفكر مش بالرصاص. بالفكر. الفكر يتواجه بالفكر، لان انا ممكن تموتني. طب ما في ناس تقول لك انا اواجه بالفكر ازاي؟ بانك انا مش هشوف. زي ما انت بتعمل كده عصف فكري، نقول الفكر والفكر الاخر مش كده؟ فالمنطق قوي. المنطق قوي، الحق قوي، الحق عنده. وبعض الناس يقول لك ما تناقش الامر ضده مش هيقتنع. ليه؟ لانه مش مفتقر الى حقيقه. لو انت عارف ما عندكش دواعم القوه، يعني اللي بيدعمك هو ايه؟ هو قوه الحق. الكلام المنطقي له قوه، الكلام الحق له قوه. ده انت ساعات لما بتجادل مع حد في اهلي وزمالك ممكن تخسروا بعض، وده غلط. فما بالك لما هتجادلوا في حاجه بقى يعني هو بس لو حاجه مصيريه لازم اعرف الحق فين. يعني الحاجه مصيريه لازم ادور واناقش. المهم قوي قوه الفكر، يعني الفكر قوه. في كتاب جميل اسمه قوه التفكير الايجابي بيوريك ان انت لو خدت افكار سليمه هتغير حياتك. طب سؤال انا ما كنتش خدت فكر ان انت ممكن يعني ياما قالوا لي مع تاني لغه، قالوا لي لو اتعلمت الثالثه هتتجنن. مع رابع اللغه قالوا لي بني الجنون والعبقريه شعر. من الخامس لغه قالوا لي انت عديت خلاص، انت طيرت دماغك. لو هتصدق فكره غلط انت هتضيع نفسك. لكن طب في سؤال، الفكره الصح مهم. دي مناسبه جبنا سيره التعصب القوي حقيقي. سؤال طيب. انا عايزك تجاوبني عليه يعني بدماغك وخبرتك وثقافتك. يعني شايف ان الكوره في مصر مش هتكلم على الحته اللي مصريه فادت الناس اكتر بصراحه ولا ضرت الناس اكتر؟ في حته ايجابيه وفي حته سلبيه. الحته الايجابيه ان احنا شعبنا بقى فيه ناس رياضيين وفي ناس بيحبوا الرياضه. ما معظم جمهور الكوره ما بيلعبش رياضه. انا بقول لك الحقيقه، جمهور الكوره اللي بيلعب قهوه ده بيلعب قهوه. هو تلاقيه ماسك الشيشه، اجري يا عم العب يا ابني خش. معظم اللي بي يعني بيشجع الكوره بيحب الرياضه، بيحب الرياضه، ما عندوش مانع انه يلعب. حتى بيلعبوا كره شراب في الشارع مش كده؟ احيانا في الحواري في حته زمان كان اكتر. اوكي بس يعني زمان في بيلعبوا كوره ماشي. اوكي وبيحبوا الرياضه، بيحبوا الرياضه وبيدعم ابنه ما يحب يروح الرياضه. يقول له يا هتبقى لعيب كوره وهتبقى نجمه في الكوره. طب في سلبي؟ انا مره سالت دكتوره في يعني قابلتها مره قالت لي احنا شعبنا بيحب الرياضه ومستوى الرياضه عندنا كويس والناس بتحب. طيب دي الناحيه السلبيه. في سلبي بقى؟ السلبي ان انا لو تحولت الى مجنون مهووس كوره لا ده مش صح، ولا ضيعت وقتي كله. تعرف في ناس بتخسر بقى ده عايزه. طيب يعني هو مثلا هو اهلاوي مثلا شور ان ده غلط وصاحبه قوي زملكاوي يخسروا عشان جه بقى في الماتش. يعني هم ما كانوش شدوا مع بعض، هم بيحافظوا على شرب بعض بس اتناقشوا مع بعض شويه. تمام راح ده شد مع ده شد احمر فمش حاجه مش عارف ايه ما مسكوش في بعض بس بوش كلموا بعض. طيب وده حذف صدق. يبقى هو ده الجانب السلبي اللي بقول لك عليه. او مثلا في طب ده حب، ده حب للنادي بتاعه. ده حب للنادي عشان يعني انت شايف ده وفاء للنادي ان مثلا واحد مثلا الوفاء حلو قيمه جميله والروح الرياضيه حلوه وهي اللي تعدل الامور. الروح الرياضيه بس هو ممكن اصل اقول لك حاجه برضه. انا في وجهه نظر عايز اقول لك. هو بيحب مثلا الاهلي سي او بيحب مثلا الزمالك كمان. انا مش هخش الاهلي او الزمالك عشان بحب الاهلي او الزمالك. يعني انا دلوقتي مشجع اهلاوي تمام
لو رحت في اي وقت غير الوقت اللي هم فاتحين فيه للجمهور قلت لهم ده انا بشجع الاهلي و... محدش كده واثبتت لهم اثباتات رهيبه ان انا بشجع الاهلي، يعني جبت كل ما يثبت ان انا بشجع الاهلي هيدخلوني نادي. يعني في مثل برضو اجنبي بيقول لك يعني ايه، لا تكن ملك ملكيا اكثر من الملك، يعني لا تكن ملكيا اكثر من الملك يعني. وكذلك الزمالك يعني مش محدش افتكر ان احنا انا قصدي في نادي الزمالك، بس انا عارف الكلام ده صح جدا. في الوقت اللي بيتفتح فيه النادي بعد ماتش او كده كله بيدخل وكله لكن مش مسموح بالدخول في الوقت العادي. هل هيدخلوني عشان حب النادي مثلا الاهلي او الزمالك؟ الواقع العملي لا. الواقع العملي طب صاحبه ده بقى اللي خسره ده اه هيقدر يعني صاحبه ممكن يعني بالصحوبيه هيبقى في حاجات كويسه، في مشاعر كويسه بينهم، في خدمات ممكن يعملها له، ممكن يقف جنبه، ممكن كذا يعني صعب قوي يخسر هنا عشان خاطر هنا. انا شايف كده يعني عشان كده بقول لك الوسط حلو. الوسط حلو، خد من كل حاجه، اعمل زي بره برضو ياخدوا الخير او الحاجه الكويسه من كل حاجه، مفيش حاجه على الاطلاق سيئه او على الاطلاق وحشه. انا عامل بيت ممكن اتفرج على الكوره بس ايه مش اللي هو اتعصب، مش ماسكه من الوسط بس حقيقي معظم الامور فيها ايجابي وسلبي. الجميل ان الكوره بره غير كده. اقول لك حاجه برضو غريبه فعلا دي حقيقي، يعني احنا ناس عندنا حاجه غريبه جدا بجد والله، يعني ايا كان بقى مصريين، كل مصريين اوكي، حتى دي برضو في فتره كانت عندنا كل واحد عنده حته ان هو مع ان الواد مكسب وخساره، لا انا ما اخسرش. انت فاهم قصدي؟ بص في اوقات المفروض ان انا اعترف بضعفي، في اوقات اقبل خساره. لا انا ولو انا كنت بسمع حاجه مش هحس نفسي وطلعت صح. في حاجه اسمها يعني ثقافه الهزيمه شويه، مش ان انا عاود نفسي انها تهزم او بقول لحد بيشجع نادي او بقول نادي تغلبه يعني. وفي بنتكلم في امثال الفشل هو اول طريق النجاح او الطريق الوحيد للنجاح. مش بتعرف اخطائك؟ بتعرف وتصلح. انا لو مش معترف ان انا مريض مش هروح للدكتور. انا لو مش مقتنع ان انا في خطا مش هحاول اصلح. ومفيش انسان كامل، مفيش انسان ما فيهوش اخطاء. تمام. احيانا انا محتاج اقبل الضعف عشان اقدر احسن. احنا مفيش انسان كامل طبعا، كل بني ادم المفروض يطور من نفسه اكيد، ولازم اعرف فين نقط ضعفي ونقط قوتي اشتغل على نقطة القوة. دي رسالة حلوة اكيد حضرتك بتوصلها للناس. مش لازم اكره نفسي بسبب ضعفها، يعني في احيانا واحيانا الضعف بيبقى مخزي، يعني انا ضعيف في نقطة صعبة لكن حلو ان انا اعرفها واشتغل عليها. حلو يا دكتور، تشرفت بمعرفتك يا دكتور. انا اسعد بيك وتشرفت بلقائك. ميرسي. ومبسوط جدا ان انت معايا. ميرسي بقى. ومبسوط جدا ان انا بعمل برنامج معاك. وانا اسعد وانا شخصيا استفدت ربنا يخليك تحقيقي، وان شاء الله يعني لينا لقاءات تانية الجمعه الجايه. الجمعه الجايه كل يوم جمعه مع وائل. تمام. يلا ميرسي. سلام. سلام. ماشي حلو قوي كل ده ترك بس ما قلتش كات. كات.